اكو شيء لازم اسويه انه مارس وياي الرذيلة او الجنس او هيك شيء حتى يبطل هذا العمل؟ جلب الحبيب، رد المطلقة التابعة، فك تعطيل الرزق، فك تعطيل الزواج، مفردات ترد على مسامعنا في مواقع التواصل وحتى في بعض القنوات ومكاتب علنية منتشرة هنا وهناك. هنالك من ضاق به الحال وامتهن السحر والشعوذة ليقتات على هموم الآخرين، بل وصلوا إلى خداع واستغلال وحتى إكراه الضحايا على ممارسة الجنس لتحقيق هدف باعتباره السبيل الوحيد المنشود. ووردت مفردة السحر في القرآن الكريم 60 مرة، ولكن لا يزال هنالك من يشكك بوجود السحر. اليوم نحن أمام قصة لسيدة يعني تعرضت إلى السحر وبالمقابل مارست هذا السحر، فكانت النتيجة مأساوية على حياتها، أنه أحد سواه لها سحر ورجعت هي بالمقابل أيضا اتبعت نفس الطريق. حتى تكون هذه القصة عبرة ولمن يمارس السحر، خلينا نشوف هذا الموضوع وهذه السيدة. تعرفت على ولد بالكلية عن علاقة حب 3 سنوات. الولد كان رايدني ويحبني وأنا هم كذلك أريده. كمعروفة إنه عند كل عائلة الولد أكو، خصوصا اللي أكو ناس من أهله يردوه. بتخالته كانت خالة عينها عليه وأهلها يردوه. ازدوجنا إحنا وصارت القسمة. كانت تجيني تهديدات مبطنة إنه أخذتي الولد من عندنا وإحنا كنا رايدين من عندنا وبينا، يعني هددوني أغلب الأوقات. بعد 6 أشهر زوجي قام يتغير، تصرفاته صارت غريبة، قام يكرهني. معاشرة زوجية ماكو، على أقل الأشياء يتعارك وياي ويسوي مشاكل. قمت أشوف شغلات غريبة بالبيت، أوبر تحت فراشي، جلد حيوان مكتوب بيها شغلات غريبة. فحكيت لصديقتي الموضوع، صديقتي قالت أوديش على شخص هو يحل هاي المشكلة، يبطل هاي الأعمال. فصديقتي أخذتني، رحنا للبيت. أنا أول ما طبيت البيت حسيت بخوف ورعب، أنا ما أحب هاي الشغلات ولا أتقرب من السحر. فدخلنا شافني الرجال، قال لي أنا أسوي لك عمل أبطل السحر، تروحين ترشين مي بالبيت وتخلين حجابات تحت الفراش. فأني صرفت هواي وبديش الحسبة هواي، أعطيت فلوس. رجعت للرجال وكانوا يصحوا له شيخ أو هيك شيء. قلت له شيخ ماكو أثر، ما دا يبين أي شيء، الولد دا يزيد بمعاملته السوء. فقال لي الشيخ أكو عمل دافنين شياب بالمقبرة، أكو شيء لازم أسويه إنه مارس وياي الرذيلة أو الجنس أو هيك شيء حتى يبطل هذا العمل. فأنا قلت له ما يخالف شيخ، أروح وأعطيك خبر. فأنا تحاولت أتخلص منه، غيرت أرقامي حتى أبعد على هيك شيء. فوصلت النهاية للطلاق بسبب السحر وبسبب الأعمال. طبعا أنا هوايت ندمت إنه رحت لهيجي شخص والتجأت للسحر وعلى الأعمال اللي سويتها. فأنصح كل بنية تمر بموقفي إنه لا تلتجئ لهيجي شيء، لا تصدق بهيجي شيء، كلها ناس تستغل تطلب أشياء ما حلوة مقابل إنه يسوي لها سحر، هو أصلا يعني ما راح يأثر أي شيء. فأني هاي الشغلة الوحيدة اللي ندمت عليها، وأتمنى لو يرجع بي الزمن وما أعيدها ولا أسويها.